la penicillin, cefalosporin, carbapenems, and monobactam. والنمبيتا لاكتام سيل وول انهبيتر هو البانكومايسين. دخلنا بعدين بالبنسلين، مثلكم هذا الموضوع، هذا الدواء يعتبر من أوائل الأدوية الأنتيبايوتكس اللي اكتشف عن طريق العالم والطبيب الاسكتلندي ألكسندر فليمنج، وسوى ثورة ونقلة نوعية بعلاج الانفكشوس ديزيز. حكينا على شلون يشتغل ميكانيزم اوف اكشن، حكينا على الكلاسز او جروبس اوف بنسلينز اللي قسمناها الى ناتشرال بنسلينز وانتي ستافيلوكوكال بنسلينز وبرود سبيكترم بنسلينز وانتي سيدومونال بنسلينز. لنا التقسيمات الرئيسية للبنسلينز، وكل واحدة انطينا عليها امثلة، وقلت لكم يعني كل ما تفهموا تحفظون اكثر ما افضل. هسه نكمل المحاضرة. احنا اليوم عندنا ساعة، طبعا وصار شوية تغيير بالجدول. الساعة مالت السبت تحولت إلى يوم الأحد من 10:30 ل 11:30، أما الأربعاء فباقي على نفس وضعها صباحا من 8:30 إلى 10:30. واضح يعني؟ في نهاية المحاضرة آخر 10 دقائق أنا أطلب منكم كتابة الأسماء والحضور على الشات. هسه لا حد يكتب لأنه خاف واحد عنده سؤال في شيء يضيع الاسم، فريد بس بالأخير تكتبوا لنا الأسماء مالتكم. هسه ندخل بالريزيستنس، يعني احنا قلنا حكينا على البنسلين، شلون البكتيريا تطلع ريزيستنس او ديفلوب ريزيستنس اجينست بنسلين؟ الريزيستنس اجينست بنسلين بها نوعين حقيقة. النوع الاول اللي يسموها ناتشرال ريزيستنس، يعني هي من طبيعة البكتيريا هي اوريدي تكون ريزيستنس، مو جايه جين او بلازمة من الاذر بكتيريا عن طريق الكونجيجيشن او ترانزدكشن او ترانسفورميشن. لا، هي اصلا ناتشرالي طبيعه التركيب مالتها تكون ريزيستنت تو ذا بنسلين. مثال عليها المايكوبلازم. المايكوبلازم طبعا بها يصنفوها بكتيريا، بها يقولون هي صفات بين البكتيريا والفيروس. المهم هي هاي المايكوبلازما مثل يعني عندنا هواية من أنواع المايكوبلازما. أكثر شيء يسوينا الأتبيكال نيوموني كلش مهمة، أو يسمونها كوميونيتي أكوايرد نيوموني. هاي لأنه يعني التركيبة مالتها ما بيها سيرفول، لذلك البنسلين انتفت الحاجة إليه، لأنه البنسلين هو يشتغل عليه من السيرفول. فإذا هي طبيعتها ما بيها سيرفول، بيها ترتيب ثاني، يعني سيل ممبرين اخر يختلف عن السيل وول، لذلك هي تكون ريزيستنت اوريدي للبنسلين. واضح؟ او بعض البكتيريا تكون امبر بيرموبل تو ذا دراكس الوول مالتها، وبالتالي هاي تكون يسمونها ناتشرال ريزيستنس، يعني هي اوريدي تكون ريزيستنت للبنسلين. اكو اكوايرد، لا يعني هي اصلا بالبدايه كانت سنسيتيف للبنسلين، بس ويا الاستخدام الخاطئ للادويه او وي الوقت بدأت البكتيريا تطور من الريزيستنس مالتها عن طريق حصولها على البلازمنت ترانسفير. وهذا البلازمنت منين يجي؟ من اذر بكتيريا، او قلت لكم عن طريق الترانسفورميشن او كونجيجيشن او ترانسدكشن. طبعا this is due to acquisition، يعني acquiring of plasmid that code a resistance to multiple agents. وعادة هاي البكتيريا اللي هي تكون acquired resistance تكون مو فقط للبنسلينز، لاكثر من نوع من البنسلينز ولاذر انتيبايوتكس. زين، من حصلت هاي البلازمات سوت شنو اللي طرق؟ اما انه سوى لنا بيتا لاكتاميز اكتيفيتي. هذا البيتا لاكتاميز هو انزيم سكريتد باي بكتيريا يروح يحط منه البيتا لاكتام كونتيننج انتيبايوتكس اللي هو البنسلينز، يحطمه وبالتالي بعد يفقد الفعاليه مالته. او انه البكتيريا تسوي في الطريقه الدفاعيه انه تقلل من البرميبلتي او ذا دراجز تو ذا تو ذا دراجز تو ذا يعني سيل او داخل الخليه عن طريق حصولها على بلازمنت. هذا البلازمنت يعني يغير من
يعني permeability أو قدرته على نفاذية لداخل الخلية. أو واحدة من الطرق اللي تستخدمها البكتيريا أنه تسوينا changing the target. إحنا قلنا البنسلين حتى يشتغل لازم ارتبط ببروتين خاص اسمه بنسلين binding protein. هاي البكتيريا شو تسوي؟ تغير من التارجت اوف تارجت يعني بارت او فوكس للبنسلين، وبالتالي البنسلين حتى لو كان بنفاذيه يدخل لداخل الخليه ما راح يلقي المكان اللي يشتغل عليه. اذا هاي هي الطرق اللي تخلي البكتيريا انها تكون ريزيستنت للبنسلين عن طريق الاكوايرد ريزيستنس. زين، شنو الفارماكوكاينتيك بروبرتي اوف بنسلينز؟ طبعا البنسلينز ممكن اعطاه على شكل اورالي، شكل كبسول، او شكل سيرابس، على شكل شرابات، او نقدر نعطي اي ام، نقدر نعطي اي بي، يعني طرق مختلفه لاعطاء البنسلينز. طبعا معظم البنسلين كلش تتاثر بالاكل، لذلك ينصح انه انت اما تنطيها قبل الاكل بساعه او وراء الاكل بساعتين حتى تتجنب انه التفاعل او الانتراكشن اللي يصير ويا الفود اللي راح يسوي لنا في المشكله بالابزوربشن. طبعا ما عدا الاموكسيسيلين، الاموكسيسيلين نتيجه التركيبه الكيميائيه مالته والموديفيكيشن اللي صار خلته ما يتاثر وايد بالفود، لذلك نقدر نعطيه حتى يعني بعد الاكل مباشره ما في مشكله. Absorption of the all penicillinase resistant penicillins is decreased by food in the stomach. It is better to give either 1 hour before or 2 hours after meal. نتيجة تأثير الأكل عليه، فيفضل أنه تقول للمريض أما تأخذه قبل الأكل بساعة أو وراء الأكل بساعتين حتى تحقق bioavailability جيدة للدواء وبالتالي يشتغل بصورة صحيحة. زين، هذا الرقم يعني ما له داعي، راح امسحه. واضح؟ ديستربيوشن، شلون البنسلين نصير بي يعني صار بي ابزوربشن؟ شلون صار بي ديستربيوشن؟ اول كروس بلاسنتا بوت نون ستيراتوجينيك. البنسلين طبعا من الانتي بايوتكس اللي تعبر من المشيمه وتروح للطفل، يعني الام الحامل اذا اخذته يعبر للطفل، بس هو من الانتي بايوتكس اللي ما بي تيراتوجينيسيتي، وهاي طبعا الصفه كل الزينه انه المريض المريض الحامل اذا تحتاج بنسلينز تقدر تنطيه ماكو مشكله. طبعا انت بشكل عام بشكل عام انت لما تجيك مريضه طبيب انت او تجيك للعياده طبيب مريضه بالفيرست ترايمستر، يعني شخص بالفيرست ترايمستر يعني بالاول 3 اشهر من الحمل، اول 3 اشهر من الحمل هي تعرفون هي الوقت المهم لتكوين الامبريوجينيسيس لتكوين كل التيشوز اوف ذا امبريو، لذلك يفضل بالاول 3 اشهر انه انت ما تنطي دواء، يفضل يعني حتى اذا كان الدواء كلاس اي او كلاس بي يعني سيف دورنج بريجنسي يفضل انه ما تنطي. بس اذا اضطريت انه تنطي اكو ادويه ما تاثر على الحمل، من هذه الادويه هو البنسلينز without teratogenesis أو تيراتوجينيك افكت. واضح؟ بنسلين طبعا بنتريت ذا سي اس اف وال اند اونلي اف ذا مينينجز ار انفليم. طبعا بنسلين يعبر للسي اس اف ويعبر البلد براين بارير، طبعا اذا كان عندنا التهاب بالسحايا، اذا صار عندنا التهاب بالسحايا راح البلد براين بارير يفقد قابليته على منع النفاذيه، وبالتالي البنسلين يقدر يعبر من صار عندنا التهاب سحايا. ذلك واحده من العلاجات المهمه بالتهاب السحايا المنجاتس بكتيريال منجاتس هو انه نعطي بنسلين او احد مشتقات البنسلين. ليش؟ لانه يعبر اذا اكو التهاب بالمنجز، اذا صار عندنا التهاب بالمنجز راح البلد برين بارير راح يفقد الفعاليه مالته وبالتالي يسمح بنفاذيه الدواء الى داخل السي اس اف. واضح؟ كذلك البنسلين ليفل ان ذا بروستيت ار انسفيشنت تو بي افكتيف اجينست انفكشنز. طبعا البروستيت اكيوت بروستاتيتس او كرونيك بروستاتيتس هي من الالتهابات النحسه اللي يعاني منها الرجال. ليش؟ لانه البروستيت
تحاط بكبسول وهذا تمنع نفاذية وصولة الدواء إلى البروستاتيك تيشو، فذلك ممكن للأدوية تعبر وتوصل للبروستات. البنسلين من الأدوية اللي ما تصل بشكل كافي للبروستات، وبالتالي ما نستفاد كلش منها بالتهاب الأكيوت بروستاتيتس أو كرونيك بروستاتيتس، ونستخدم أدوية ثانية لها نفاذية جيدة للبروستات مثل السبرودار وغيرها، راح نجيها إن شاء الله في المحاضرات اللاحقة. زين، اكسكريشن، طبعا البنسلين through the organic acid secretory system of the kidney. انت تتذكرون الاكسكريشن احنا قلنا يمر بثلاث مراحل: جلومال فلتريشن، بروكسيمال تيوبولار سكريشن، وديستال تيوبولار ري ابسوربشن. تذكروها في المحاضره الاولى مال المقدمه مال الفارماكولوجي من اخذناها. البنسلين بخاصيه انه يعبر عن طريق الجلوميرولاي، وكذلك بتيوبولار سكريشن البروكسيمال تيوبولار سكريشن، وهذا معناته شنو؟ معناته انه يحقق التركيز عالي من الدواء باليورين، لانه هم يعبر عن طريق الجلوميرولاي وهم يعبر عن طريق التيوبولار سكريشن. فاذا انت عندك التهابات مجاري بوليه معناتها جدا يعني جيد انه تطلب بنسلين، لانه يحقق في مستوى جيد الليفل داخل اليورين، ويقدر يعالج التهابات المجاري البوليه. المريض اللي عنده رينال فيلير لازم يسوي دوز ادجستمنت، يعني لازم شويه تسوي نوع من اعاده حساب لجرعه البنسلين للمريض اللي يعاني من رينال فيلير. ليش؟ لانه ابو الرينال فيلير راح لا تطلب بنسلين، ونتيجة الاكسكريشن او ذا بنسلين هو عن طريق الكدني، فراح يصعد الليفر مالته بالجسم، واحتمال يسوي عندك مشاكل صحيه او ادفيرس افكت. فنقلل من الجرعه، او مثلا بدل ما نعطي كل 6 ساعات نعطي كل 12 ساعه، او بدل ما نعطي 500 ملغ نعطي 250 حتى نقلل الجرعه بالرينال فيلير. واضح؟ طبعا السكريشن از انهبيتد باي بروبونسيت. بروبونسيت هو من الأدوية اللي يسوون انهبيشن للتيوبولار بروكسيمال تيوبولار سكريشن. من هذه الأدوية اللي هو البروبونسيت يمنع الاكسكريشن مالته عن طريق البروكسيمال تيوبولار سكريشن هي البنسلين. واضح؟ فالبروبونسيت هو دواء يسوون انهبيشن للبروكسيمال تيوبولار سكريشن اوف ذا بنسلين، وبالتالي راح يصعد البلازما ليفل اوف بنسلين عن طريق البروبونسيت. واضحني؟ زين. هسه نجي للادفيرس افكت او رياكشن اوف بنسلين. بنسلين يسوي لنا مشاكل او ادفيرس افكت او تاثيرات جانبيه غير محببه. ادفيرس افكت. اهم واحد اللي انتم لازم كلش تاكدون عليه هو الهايبر سنسيتيفيتي. طلاب هذا الموضوع جدا مهم، لانه ياما ناس توفت بسبب البنسلين الارجي، انه الطبيب ينسى يسال المريض انه عندك حساسيه بنسلين ولا ما يسوي له اختبار الحساسيه مال البنسلين. فرجاء قبل ما توصف الوصفه الطبيه اللي بيها مشتقات البنسلين سواء بسولين، امبيكلوكس، اموكسيسلين، ببراسلين، تيكارسلين، لان الادويه اللي مرينا عليهم ولا كلاسيفيكيشن اوف بنسلين، قبل ما توصف هذا الدواء لازم تسأل المريض، تقول له انت عندك حساسية بنسلين ولا. حتى انتم بالطبلات من تسوون طبلة يدخل عندكم المريض بالطوارئ او يدخل برتها، من تاخذون الهيستوري تاخذون دراج هيستوري انتم اخذتوه بالفصل الاول، راح تسألون على الالرجي دراج الالرجي، من اهمها هو البنسلين الالرجي. واضح؟ لانه قسم المرضى ما ينتبه ما يدري، يعني ما بخليه بباله، ينسى يقول للطبيب، والطبيب مثلا اذا عليه لود ينسى، هاي كارثه يعني، لانه قد تؤدي الى حدوث الانفلاكتيك شوك، وقد تؤدي الى الوفاه. وهوايه يعني ناس ماتوا نتيجه حساسيه البنسلين الشديده. واضح؟ طبعا حساسيه البنسلين تاخذ اشكال متعدده.
أخطرها هي الأنفلاكتيك شوك. قد تكون على شكل طفح جلدي ماكيولا بابيلا راش. طبعا تحدث هي الألرجي بشكل عام تحدث 5% من المرضى. تسوي له اختبار حساسية، إذا يجيك المريض يقول لك أنا ما أدري، هاي أول مرة أضرب، شو تسوي له؟ اكتب له ورقة للمضمد، يعني للصب ستاف اللي وياك بالعيادة، أو تنزله للطوارئ إذا أنت برتها، تقول له سوي له اختبار حساسية، هم يعرفون. وانت تشيك اختبار حساسية عن طريق الجلد، تشوف اكو صار عندنا احمرار اكويل، تكوين مثل الارتفاع يعني يصير بالجلد نتيجة التحسس، هذا يقول له، تقول له لا بعد ما نقدر نعطيك بنسلين ومشتقات البنسلين، فنضطر انه نستخدم ادوية اخرى. فالحساسية تتدرج من شكل من شيء بسيط ماكيولا بابيلوراش إلى على شكل طفح، إلى أنجيوديما. أنجيوديما يعني هو هذا نوع من التحسس مثل الشرع، لا الشرع يصير انتفاخ وتورم بالجفون وبالشفايف يعني الشفاه. وهذا مرات يكون كلش خطر، قد يسوي لارنجيال اديما، وتسقط لارنجيال اديما يعني يصير نوع من الودمه او يعني السوالنج او الاديما، وين يصير باللاركس، وبالتالي راح تسبب انسداد مجرى التنفس، وهذا كلش خطر، يسوي نوع من السوفوكيشن او الاختناق عند المريض. واخطر انواع التحسس هو اللي يصير يسموها انافلاكتيك شوك. المريض راح يشوك، احنا نقول بالتعبير الدارج الطبي يشوك، يعني ينزل الضغط مالته ويصير عنده خفقان ويصير احمرار بجسمه كلها ويصير عنده ضيقة نفس وقد تؤدي الى الوفاة. زين، طبعا اكو كروس الرجي، يعني شنو اقصد كروس الرجي؟ كروس الرجي يعني البيشنت اللي عنده حساسية للبنسلين 7% منهم، لو ناخذ 100 واحد عنده حساسية بنسلين 7 منهم يكونون عندهم تحسس للاذر تايب اوف بيتا لاكتامز انتي بايوتكس مثل سيبالاسبورين. ذلك انا من يجيني العياده يقول لي عنده حساسيه بنسلين، افضل ما انطي من مجموعه البيتا لاكتام كلها، لا انطي سيبالاسبورين ولا انطي بنسلين ولا انطي مونوباكتام ولا كاربابينين، افضل حتى تخلص من هذه المشكله، لانه قد يجي في الحظ يكون هذا المريض هو ضمن 7%. واذا كلش كلش انه مضطر انه انت تستخدمه، سوي له حساسيه بنسلين او حساسيه يعني للدواء اللي تنطيه، سوي له اختبار حساسيه حتى تعرف عنده حساسيه او لا. واضح؟ بس اذا عندك بدائل افضل انه تعوفه، تستخدم البديل الاخر اللي احنا راح نجي بعدين نعرف البدائل مال البنسلين شنو. فيفر اند انجيوديما اكر ان 10% من البيشنت اند فيتال، تكون 1 الى 50,000 الى 1 الى 100,000. هاي الشكل حساسية بشكل عام، حساسية بشكل عام تكون فيتال 1 إلى 50 بالألف من المرضى. طبعا كل ما كان روت اوف administration اوف drug injectable كل ما تكون حساسية أخطر، لأنه هذا كل الدواء راح يدخل إلى الجسم دفعة واحدة، مو مثل الأورال، الأورال صار عندك امتصاص بطيء، ما تجي الجرعة كاملة تدخل للجسم دفعة واحدة. وبالتالي إذا واحد عنده حساسية بنسلين وتعطيته آي في، هذا كلش خطر، يعني يجوز مثل حق علي. واضح؟ هاي الأنجيوديما مثل ما قلت لكم، أنجيوديما شلون صار عندنا هنا تورم للشفاه للمريض اللي صار أخذ بنسلين. الم اول ادفرس افكت البنسلين هو الهايبر سنسيتيفيتي اللي قلت لكم تتدرج من شيء خفيف الى شيء خطر. اذر يعني سايد افكت او ادفرس افكت هو الدياريا، دياريا which is caused by disruption of normal balance of intestinal microorganisms. احنا قلنا الانتيبايوتكس هو ما ياثر بس على الباثوجينيك بكتيريا، هو ياثر كذلك على النورمال
فلورا الموجودة بالجاتي. إذا أنت أعطيت كورس طويل وأعطيت برود سبكترم أنتيبايوتيك قد يأثر على النورمال فلورا، وبالتالي راح يسوي عندنا مشكلة بالبالانس، بايولوجيكال بالانس، وهذا يؤدي إلى حدوث الدياريا. تأكل to a greater extent when those agents are incompletely absorbed. بعض الأنتيبايوتكس هي مو كلها امتصاصها 100%، فجزء منها راح يقوين بالجي اي تي، وهذا الجزء اللي يبقى بالجي اي تي راح يقتل لنا النورمال فلورا. هذا يعني استخدمنا انت يعني العلاجات الحساسيه، احنا مرت عندنا مرت علينا العلاجات الحساسيه، من ضمنها تتذكرون ون يوز اوف ادرينالين هو الانفلاكتيك شوك، تعطي ادرينالين سبكوتينوس، تعطي انتي هيستامين انجكشن اللي احنا اخذناه بالاوتوكويد. طبعا اذا كان انفلاكتيك شوك المريض تخلي له فلويد، تخلي له اكسجين حسب الحاجه. فالدياريا تكون اكثر شيء اذا تستخدم برود سبكترم انتيبايوتكس، اذا تستخدم بنسلين يكون بارشل ابزورب، راح يبقى جزء منه بال يعني ب هي الارمين عادي، نعطي الارمين انجكشن عادي نقدر نعطي، لانه هو الحساسيه شنو؟ هو ريليز اوف هيستامين نتيجه ديجرانيشن اوف ذا ماست سيل. زين، قسم من الانتيبايوتكس او معظمها يسمونها وات كول سيدو ممبرينوس كولايتس، اللي هو نوع من التهاب القولون، هذا نتيجة انه انت تعطي انتيبايوتكس راح تقتل النورمال فلورا، وراح اكون بكتيريا موجودة بالجياتي اسمها كلوستريديا ديفيسيلي، كلوستريديا ديفيسيلي، هاي البكتيريا بالنورمال بالانس ما تتكاثر، بس اذا انت قتلت النورمال فلورا راح هي تتكاثر وتعطينا في النوع من التوكسين، هذا التوكسين ياثر لنا على البطانه الداخليه مال الامعاء، يسوي لنا سيدو ممبرينوس كولايتس. سيدو ممبرينوس كولايتس قد تكون كادفيرس افكت لمعظم الانتي بايوتكس اذا تستخدم الانتي بايوتك بشكل خاطئ، يعني قعدت فتره طويله اللي هو مثلا يحتاج نورو سبكترم انتي برود سبكترم انتي بايوتيك، التشخيص كان مالتك مو صحيح والانتي بايوتيك اللي اعطيته مو صحيح، فهذا كلها يؤدي الى انه تتكاثر عندنا الكلوستريديا ديفيسيلي، هاي نوع من البكتيريا الموجوده اللي هي الابورتونستك انفكشن تعتبر، وراح تعطينا فت توكسين، هذا التوكسين يسوي لنا سيدو ممبرينوس كولايتس، وهاي من الامراض الخطيره اللي تحتاج urgent treatment، اللي راح نجي بعدين شنو الدرجة اوف تشويس للسيدو ممبرينوس كولايتس بعدين بالمحاضرات اللي وراها. واضح؟ من السايد افكت اللي ما يشتغل عليها البنسلين، البنسلين تكون مقاومة للبنسلين فما يشتغل عليها. من السايد افكت الاخر هو النفرايتس especially الاميثاسيلين، الاميثاسيلين يسوي لنا اوتوسكوب نفرايتس، يعني واحد من مشتقات البنسلين يسوي لنا نفرايتس. كذلك النيورو توكسيسيتي، بنسلينز ار روتيتنج تو ذا نيورونال تيشو وان كان بروفوك سيجرز اذا اعطيتها انتراكيكالي واضح؟ اذا البنسلين يسوي لنا نيورو توكسيسيتي، قد يسوي عند المريض اللي عنده استعداد للصرع، يسوي عنده استعداد للصرع او حدوث نوبه الصرع، واحد من الادفيرس افكت. كذلك عنده هيماتولوجيكال سايد افكت اللي هو قد يسوي لنا انترفير وذ كوغليشن، خاصه الانتيسيدامونال البنسلين والبنسلين جي، البنسلين جي والانتيسيدامونال البنسلين تتعارض ويا الكوغليشن، وبالتالي راح يصير عند المريض نوع من الاستعداد للنزف في بعض المرضى يعني. واضح؟ ذلك كوشن should be taken patient with risk of hemorrhage أو bleeding.
Neutropenia is a risk of dose and the is too high and more than 10 days. إذا أعطيت الجرعة عالية وإذا استخدمت البنسلين أكثر من 10 أيام قد بعض المرضى سرعتهم نيوتروبينيا يعني reduction بالنيوتروفيل count نتيجة تأثيره على نخاع العظم. واضح؟ قد بعض البنسلين قد يسوي لنا هيموليتيك أنيميا تكسر أو تحلل بالكريات الدم الحمراء ويؤدي إلى الأنيميا. طبعا ده سايد افكت كلش نادرا بس اريدكم تاكدون لي على الهايبر سنسيتيفيتي. هايبر سنسيتيفيتي رياكشن كلش مهمه بالبنسلين. اي طبعا توقف الانتي بايوتكس اللي انت سبب عندك الهاله تطير تعالج نوبه الصرع اللي موجوده وتحول على انتي بايوتك ثاني اكيد. واضح يعني؟ من السايد افكت الاخر المهم اللي هي البنوتس كولد كاتايون توكسيسيتي. كاتايون توكسيسيتي هذا شنو؟ هذا شافوا البنسلين حتى تحافظ جماعه يعني العلوم الصيدلانيه والتصنيع الدوائي البنسلين حتى يبقى ستيبل بالابره بالبيال لازم يكون على شكل املاح يعني ملح، وهذا الملح مرتبط بالصوديوم او البوتاسيوم. وبالتالي انت اذا اعطيت جرعه عاليه من البنسلين معناته دخلت ايونز مثل الصوديوم والبوتاسيوم الى جسم الانسان، وهذا قد يؤدي الى خلل بالالكترولايت ديستربنسز يعني سواء عندنا خلل او خربطه بالايونات داخل جسم الانسان. طبعا هذا كلش نادره بس اللي يستخدم فترات طويله وجرعه عاليه للبنسلين. واضح يا طلاب؟ هسه لحد الان اكو عندكم سؤال؟ خلصنا البنسلين. عايزكم تاكدوا لي على الكلاسيفيكيشن اوف بنسلين الانواع الجروب كل واحد تعطينا مثال عليه والادفيرس افكت كلش مهمه خاصه الهايبر سنسيتيفيتي عايزكم تاكدوا لي عليه. هسه نجي ل منبر اخر من البيتا لاكتام سيرفور انهبيتر المجموعه الكبيره من الادويه يسمونها سيبالوسبورينز. سيبالوسبورينز هاي تعتبر من البيتا لاكتام سيل وول انهبيترز. طبعا مجموعه مهمه من الادويه وكلش تستخدم بشكل واسع وبيها فيرست جنريشن سكند جنريشن ثيرد جنريشن فورث جنريشن يعني اربع اجيال من السيبالوسبورين من اكتشف لحد الان واستخدامها كلش هواي بالمدسن كانتي بكتيريال دراكس. واضح يعني؟ ذلك هي مجموعة يسموها بصيغة الجمع سيبالوسبورينز. واضح؟ سيبالوسبورينز. These are group are beta lactams. إذا هي هم beta lactam. هي cell wall inhibitor من مجموعة البيتا لاكتام. وقلنا احنا البيتا لاكتام يعني معناتها تحتوي بالتركيبة الكيميائية مالتها على البيتا لاكتام رينج. واضح؟ They are closely related both structurally and functionally to penicillins لانه تحتوي على البيتا لاكتام لذلك هي تشابه هواي ويا البنسلينز هواي تشابه من ناحيه التركيبه الكيميائيه من ناحيه الوظيفه الشغل مالتها كلش يشبه البنسلينز. واحنا قلنا تقريبا 10 7 الى 10% من الناس اللي عندهم حساسيه هي عندهم للبنسلين يكون عندهم حساسيه ل البيتا اذر بيتا لاكتام مثل سيبالو سبورينز. واضح؟ سيبالو سبورينز هذا الصوت خارج الغرفه بس لحظه حتى اشوف الصوت وارجع.
رجعنا لكم طلاب. هذا صوت خارج الغرفة. أوكي. The cephalosporins have the same mode of action of penicillin and they are affected by the same resistance mechanisms. طبعا قلنا لانه هو بيتا لاكتام فكل شيء يشبه البنسلين، يشبه بالستركتشر مالته بالفانكشن، حتى المود اوف ريزيستنس اللي قلت لكم عليها قبل شويه بالبنسلين هي تشبه ويا السيفالوسبورينز. وقلنا احنا 10 7 ل 10% من المرضى اللي عندهم حساسيه بنسلين يكونون حساسيه، عندهم حساسيه للاثر بيتا لاكتام رينج يعني سيل وول انهبيتر انتي بكتيريالز من ضمنهم السيفالوسبورينز. فيفضل انت لا يجيك واحد عنده حساسيه بنسلين ما تنطيه من السيفالوسبورين الا بالحاجه القصوى، واذا تتاكد لازم تسوي فحص حساسيه للدواء اللي يعني توصفه للمريض. واضح يعني؟ طبعا بشكل عام يعني تكون مور ريزيستنت ذان بنسلين تو سيرتن بيتا لاكتاميز. طبعا بيتا لاكتاميز كل شيء هواي، يعني بكتيريا مو تصنع او تنتج نوع واحد من الانزيمز، لا كل شيء هو انواع، وبالتالي ذلك يعني تختلف الجروبات مال الانتي بايوتكس بيتا لاكتام فيما بينها من حيث قابليتها او يعني استعدادها للانهبيشن عن طريق البيتا لاكتاميز انزيمز ذات بروديوس باي بكتيريا. واضح يعني؟ بس نجي للفيرست جنريشن. فيرست جنريشن اوف سيبالسبورينز. طبعا اعطيكم فد قاعده عامه سيبالسبورينز. عندنا فيرست جنريشن، عندنا سكند جنريشن، عندنا ثيرد جنريشن، وعندنا يعني فورث جنريشن. طبعا كل ما يعني تبدي من الفيرست جنريشن باتجاه الفورث جنريشن كل ما البرود سبيكترم اوف يعني او السبكترم اوف اكتيفيتي راح يتحول من البرو من النرو للبرود. واضح؟ يعني فيرست جنريشن اول ما اكتشف كلش يشبه البنسلين خاصه الناتشرال بنسلين، هو يشتغل على جرام بوزيتيف بكتيريا. من صار عندنا سكند جنريشن لا بدا يتجه يتوسع السبكترم مالته وبدا شوي ياثر على الجرام نيجاتيف بكتيريا. اجت الثيرد جنريشن قام كلش يشتغل على الجرام نيجاتيف هو بالاضافه الى الجرام بوزيتيف، وكل ما اجى الفورث جنريشن كل ما بدا يشتغل اكثر على الجرام نيجاتيف. اذا كل ما نتجه من الفيرست جنريشن للفورث جنريشن كل ما يتحول السيفالوسبورين من النارو الى البرود ومن الشغل على الجرام بوزيتيف الى الجرام نيجاتيف. واضح؟ هاي المعلومه لكم حتى يعني شويه ها يعني ساعدكم بالحفظ حتى بتدخون بين، لانه ذني شوي واحد يخطا بيناتهم او كانما يخبط بيناتهم. First generation act as penicillin G. يكون resistant to the staph penicillinase. Also have activity against Proteus mirabilis, E. coli and Klebsiella pneumoniae. اذا بالاضافه الى هو مين اللي يشتغل على جرام بوزيتيف شوي ياثر على الجرام نيجاتيف بس مو مثل السكند جنريشن. سكند جنريشن بعد اكثر يشتغل على جرام نيجاتيف، الثيرد جنريشن بعد اكثر والفورث بعد اكثر، وقاعد يتحول الانتي بايوتيك من النرو باتجاه البرود. مثال عليه طبعا هو السيفادروكسين، سيفازولين والسيفالكسين. سيفالكسين لا تحفظوا لي بس السيفالكسين اللي هو الكفلكس، الاسم التجاري كفلكس، موجود بالاسواق وموجود بالصيدليات كلش هواي، هو السيفالكسين ثالث واحد، الاسم التجاري كفلكس، ممكن انتم تعرفوه وسامعين به. واضح يعني؟ زين. The second generation supply a greater activity against three additional gram negative. شوف بدت تنضاف عليه بعد بكتيريا. السبكترم بدت تنضاف عليه اكثر. يعني هذاك ميل على الجرام بوزيتيف وشويه اثرنا على كم وحده من الجرام نيجاتيف. هسه من اتجهنا باتجاه السكند جنريشن انضافت بعد بكتيريا اكثر من الجرام نيجاتيف، اذا تحول من النرو باتجاه البرود سبكترم. طبعا من هذه البكتيريا اللي بدا يشتغل على السكند جنريشن الاتش انفلونزي، هيموفلوس انفلونزي، وعندنا انتيروباكتر ايروجينوزا
and some Neisseria species. Neisseria meningitidis وناسيريا جنوريا نقصد فيها. طبعا بس مو كلها، مو كلها، لانه هم يعني هاي البكتيريا هم بدات تطلع يعني او يسوي نوع من الريزيستنس للسكند جنريشن سيبالو سبورينز. طبعا مثال عليه هو سيفاكلور وسيفاروكسيم والسيفوكسيتين. اسمائهم يعني اقول لكم يعني شويه صعبه، فيعني كل وحده تحفظوا لي عليهم اشهر واحد. قبل شويه قلت لكم انا عليه سيفالكسين ثالث واحد، تحفظوا لي اياه لان هو اكثر واحد يستخدم، اسمه التجاري كفليكس. هذا لازم تحفظوا لي السيفاكلور اشهر واحد بين، سيفاكلور اشهر واحد بين تحفظوا لي كممثل للسكند جنريشن سيبالو اسكواريز. الثيرد جنريشن هذا كلش مهم لانه سوى نقله نوعيه بالسيبالو اسكواريز، واضح؟ هذا يعتبر من البرود سبيكترم انتي بايوتكس، يعني يأثر على جرام بوزيتيف ويأثر لنا على وايد رينج اوف جرام نيجاتيف بكتيريا، وبالتالي بدأ يستخدم بشكل واسع وكبير الآن بالعراق، يعني كل شيء هواي يستخدم. حتى هذول المرضى اللي عندهم كوفيد 19 وعندهم سكندري بكتيريال انفكشن قاعد يعطوهم ثيرد جنريشن سيفالوسبورين مثلا. طبعا بأول ما جاء يعني دخل العراق كان فعاليته ممتازة جدا. ليش؟ لأنه كان جديد بعد ما مستخدم بشكل عشوائي، بس سوي الوقت بدت ايضا البكتيريا تطلع ريزيستنس اجينست ثيرد جنريشن سيفالوسبورينز. الفيرر تو ذا فيرست جنريشن ان ريجارد تو دايركت اجينست جرام بوزيتيف، احنا قلنا الفيرست جنريشن تكون قوي على الجرام بوزيتيف وضعيف على الجرام نيجاتيف، كل ما يتجه باتجاه السكند والثيرد والفورث يبدي يضعف جرام بوزيتيف ويقوى جرام نيجاتيف، واضح؟ والسبكترم مالته يعني يتغير باتجاه البرود سبكترم اكثر، واضح؟ فذلك الثيرد جنريشن لا تتوقعوه هو كلش قوي على جرام بوزيتيف، بس هو فيري افكتيف اجينست جرام نيجاتيف بكتيريا من منظر من اللي خاصه الانتريو بكترياسي اللي هي مسؤوله على التهابات المجال يعني المجال البوليه والمجال والجي اي تي كلش هواي مثل الايكولاي وشكل والكلبسيلا والبروتياس وغيره والكامبيلوباكتر جيجيني وغيره. هاي البكتيريا انتم ماخذيها يعني ماخذينها انتيريو بكترياسي اخذتوها بالبكتيريولوجي ولا انا اطلع ماخذيها بعدكم؟ اوكي تعرفوها يعني جرام نيجاتيف باسيلا يسموها، اللي هي معظم التهابات يعني معظم التهابات المجاري البوليه والاسهال البكتيريال ديزنتري وغيرها اللي يصير هي سببها الجرام نيجاتيف باسيلاي او انتيريو بكترياسي يسموه، واضح؟ من هذه المجموعه يعني حقيقه لازم ثلاثه تحفظوها كلهم تستخدمون هواي موجودات من يعني اللي هو سيبترياكزون والسيفوتاكسين والسيفتازيدين. السيفوتاكسين هو الكلافوران اللي انتم سامعين به، الكلافوران كلش هواي. عندنا السيفتورياكزون ايضا كلش يستخدم هواي، الجراحين يستخدموه بالعمليات ورا الطبيبات النسائيه ورا العمليات القيصريه تستخدمه حتى تحافظ على نظافه الووند وما يصير عندنا التهاب بالووند بوست اوبراتيف. بالتهابات يعني السحايا والتهابات السحايا كذلك السبتسيميا بالاطفال تسمم الدم بيلات الرئه كلش يستخدم الادويه هواي، لان قلت لكم هي تشتغل على وايد رينج اوف جرام نيجاتيف بكتيريا. طبعا كل واحده بها شويه مميزات، مثلا عندنا السبتازيدين هذا شويه فعال اكثر من غيره على السيدومونس ايروجينوزا، كذلك مثلا بالالتهابات اللي تتوقع السيدومونس يفضل تستخدمه مثلا الالتهابات اللي تصير ورا الحروق مثلا يفضل تستخدم سيفتازيدين. وشون احنا قلنا نستخدم مرات الانتي سيدامونا والبنسلين مثل البوبراسلين والتيكارسلين والكاربنسلين، تذكرون عندنا المحاضره السابقه. ايضا السيفتازيدين يكون فعال ضد الـ يعني السيدامونس ايروجينوز.
طبعا من هل طبعا ده انجكشن، لا ده انجكشن يعني على شكل اوبر موجودات، سيبترياكزون، سيفوتاكسيم، سيفتازيدين، واكو على شكل اورال مثل عندنا السيفكزين اللي هو سوبراكس، هذا اكثر واحد يستخدم على شكل كبسول ابو ال 200 وابو ال 400، موجود شركات هواي، موجود مصنع له، موجود تركي، موجود هندي، موجود سعودي، يعني بالاسواق عندنا. السيفكسين اللي هو السوبراكس هذا اورال ثيرد جنريشن سيفالسبورين اورال ذني انجكشن، واضح؟ زين مو لك انه تحفظون، صعبات صعبات يعني، احنا هسه ما حافظين كلها لانه خلينا نكون فد شيء طلاب يعني، الادويه كلش واسعه ويومين يطلع دواء جديد، فانت ما ممكن كلها تحفظها، بس انت تكون تعرف البرنسبلز يعني، تعرف هاي الجروب شنو هي، شنو مميزاتها، اما مثلا الادويه individual يعني صعبه كلها تلم بيها، وانت وين الوقت راح تكون ملم بالادويه اللي تستخدمها انت، يعني انت هسه مثلا رحت اختصاص نفرض انه مثلا جراحه بوليه، راح تتعامل ويا الادويه اللي انت تستخدمها بالجراحه البوليه، التهابات المجاري البوليه وغيرها، من اجيب لك انا دواء من واحد من الادويه مالت السي ان اس يعني، جزء حتى ناسيه ما تعرفه، هذا وين الوقت راح يصير تركيزك بس على الادويه اللي انت تستخدمها، بس ها الادويه ضمن اختصاصك لازم تكون بيها ملم بيها 100%، يعني تعرف الجرعه مالتها وتعرف السايد افكت، تعرف شلون يشتغل، شنو التداخلات الدوائيه، الدراج انتراكشن مالتهم والفود انتراكشن، ويعني كل ما يتعلق بالادويه لازم انت تكون ملم بيه، لانه مرات المريض يجيك اوكي صار زين، صار عنده مشكله ثانيه بسبب العلاج اللي انت انطيته، فلازم تكون انت ملم بالادفيرس افكت، ملم بكل الامور المتعلقه بالادويه. الادويه من البرانشات الصعبه اللي انه انت واحد يسيطر عليها نتيجه التطور السريع، يعني يوميا بين يوم ويوم احنا ينضاف عندنا دواء جديد او تركيبه جديده او مثلا whatever يعني، ف يبقى انت ايش قد تطالع وايش قد تتابع، والادويه اللي تستخدمها باختصاصك هواي يعني كلش تكون لازم ملم بيها. زين عندنا فورث جنريشن اللي هو السيفيبيم، السيفيبيم هذا يعني موجود بس استخدامه كلش قليل، وحقيقه سعره غالي، مو كل المرضى يتاح، انت خلي بالك من الامور المهمه جدا اللي انت تتعامل ويا المرضى هم ايضا الكوست اوف ذا دراكس، يعني خاصه اذا انت تقعد في منطقه شعبيه، منطقه يعني الناس بها لو سوشيو ايكونوميك كلاس، يعني لازم الامور اللي تخليها ببالك هو الكوست اوف ذا دراكس، هاي كلش مهمه، يعني انا شنو الفائده اخلي مريض على عنده مرض مزمن واكتب له علاج وصفه طبيه 100,000 واقول له هذا لازم تكررها، هذا مستحيل راح يستمر عليها، يعني ياخذها جوز اذا كلش يستخدمها مره واحده ويعوفها، لانه غالي عليه امكانيه ما عنده يعني، فانت من الامور اللي انت تخليها ببالك، وهذا تجي طبعا بالخبره بالممارسه، تعرف انه هذا المريض اللي جاك هو هاي كلاس لو كلاس يعني سوشيو ايكونوميك كلاس، انا قصدي ولو هي الناس كلهم محترمين مهما كانت يعني عملهم مهما كان وضعهم الاجتماعي، بس انا اقصد من الناحيه القدره الماليه، يعني لما يجيك واحد قدره ماليه عاليه تقدر تستخدم الادويه اللي تحس انت يعني من مناشئ عالميه جيده يعني دراج اوف تشويس، بينما اذا يجيك واحد لو سوشيال كلاس تستخدم مثلا العلاج البديل، تستخدم يعني السكند لاين او الثيرد لاين، لانه المريض لازم هم تراعي، يعني صحيح العلم هو يقول انت لازم تستخدم فيرست تشويس او سكند تشويس وغيره، بس يعني الوضع المالي والمادي للمريض ايضا مهم، لانه ما يبقى على العلاج المريض لا يشوفه غالي، خاصه بالنسبه للمرضى اللي هم حالتهم يعني عنده تقاعد ما عنده غير التقاعد مثلا، فهاي من الامور اللي يعني لكم عليها. من الأدوية الغالية هو السيفيبيم، هذا يعني فور جنريشن سيفالسبورين، هو ما متوفر كل الصيدليات حقيقة، بعض الصيدليات ومو كل الأطباء يستخدموه، هو غالي يعني،
طبعا هذا تزمص يكون على شكل بارنترال، يعني على شكل حقن، ما موجود على شكل اورال. هذا اوايد انتيبكتيريال سبكترم بين اكتف اجينست ستريبتوكوكاي اند ستافيلوكوكاي. طبعا also effective against aerob gram negative organisms، يعني ذلك هو يعتبر من broad spectrum antibiotics. يشتغل على gram positive عن aerob، ويشتغل ايضا على يعني gram negative bacteria. واضح يعني؟ شو الفارماكوكاينتيك بروبرتي of the cephalosporin in general. ما يعني بعد هسه لحظات نكمل ال 10 يعني زين. Pharmacokinetic property okay. شلون ننطي عن السيفالوسبورين؟ Many of the cephalosporin must be administered IV or IM because of their poor oral absorption. طبعا معظم السيفالوسبورين تنطي على شكل حقن. طبعا الفيرست جنريشن قلنا ان الكفلكس على شكل كبسول، وبعض الثيرد جنريشن ايضا اللي هو سيبكزين السوبراكس نطي يعني على شكل كبسول. بس معظم يعني سيفالوسبورين موجود على شكل حقن يعني او على شكل انجكشن. All cephalosporin distribute very well into the body fluid. Adequate therapeutic level are achieved in the CSF regardless. ذلك يعني مو مثل البنسلين، البنسلين احنا قلنا ينفذ السي اس اف اذا اكو انفلميشن بالمننجيز. هذا لا، نفاذيته عن طريق البلوت برايمري جيده، ذلك هو يعتبر من الادويه المهمه بعلاج المننجايتس التهاب السحايا. واضح؟ طبعا هذا السيفازولين انا حاشوفكم اياه انه تقدر تستخدم سنجل بروفلاكسس دوز فور سيرجري، لانه هالف لايف مالته قصير. يعني اكسكريشن اوف ذا سيفالوسبورين اكسكريت باي رينال تيوبولز مثل ما البنسلين، انه اذا واحد عنده بور رينال فانكشن لازم تقلل الجرعه مال السيفالوسبورين. طبعا الملاحظه اللي قلنا لكم عليها بالديستربيوشن، لانه ديستربيوتد ثرو اوت ذا بودي، ذلك نستفاد منها بمجالات الالتهابات الموجودة بكل أنحاء الجسم، لأنه النفاذية مالته والديستربيوشن مالته سيفالوسبورين جيدة مقارنة بالبنسلين. الأدفيرس إفكت هو الألرجيك رياكشن، يسوي نوع من التحسس، وقلنا 7% إلى 10% اللي يعتبر حساسية للبنسلين يكون حساسية للسيفالوسبورين. هيماتولوجيكال يعني هيماتولوجيكال سايد إفكت، قد بعض يسوون ترومبوسيتوبينيا، هيموليتيك انيميا، نيوتروبينيا. قد يسوون انترستيشن نفرايتس اند ابنورمال ليفر فانكشن تيست اذا تنطي بجرعه عاليه. هو السيفترياكزون يتميز بخاصيه انه يسوي لنا سيدو كوليليتياسيس، يعني يسوي لنا حاله مشابهه كاذبه ل يعني سيدو كوليليتياسيس ل تكوين الحصى بالقناه الصفراء. هو طبعا يكون مثل السلج، يعني مثل السلج يعني ترسبات مشابهه لترسبات الرمل او الحصول اللي تكون بالقناه الصفراء. يا هو هذا اللي يختص بيه هو السفتريا بزون. الو ماشي عندي؟ المحاضره الجايه راح نكمل اذر بيتا لاكتون انتيبايتكس. هسه كملنا المحاضره طلاب، سجلوا اسماءكم على الشات وخذ راحتكم.